أني مروقة اللي ممكن إحنا نعيش بيها كضباط في الجيش وضباط صف، لما نشعر إن الشعب المصري كله مروع وخايف، إحنا نروح نموت أحسن بقى. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة. تنزلوا عشان يديني تفويض وأمر بإني أواجه الإرهاب المحتمل. الطريق صعب، لكن لازم هنتحرك عليه. مصر تستطيع. مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا.